قال: ثم تبين من هذا أن ما نعمله ليس بشرك، بل الذي تعملونه هو الشرك بعينه، وإنما هذا در الرماد في أعين الغافلين، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالميت صار ربما رميما ورفاة يسمعك لما تدعوه وتقول: يا فلان نريد كذا وكذا. لماذا لا تدعو الله مباشرة أيها المغفر الصوفي الذي قد ولعت بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا الآيات الكثيرة التي فيها الحث على دعاء الله سبحانه وتعالى من قربه جل وعلا من عباده. هذه الآية كما سمعت: إذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال ادعوا الميت هذا واجعلوه واسطة بيني وبينكم فأنا أستجيب لكم وهذا الميت بإذني يفعل، من هذا؟ وما كان الصحابة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونه ويقولون: يا رسول الله نريد كذا وكذا بإذن الله. أبداً بعد موته ما كانوا يفعلون هذا، بل لما أرادوا أن يستسقوا قال عمر لبعضهم، بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: قم فادعوه. ابن عباس قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نستسقي بعم نبيك العباس، قم فادعوه. وهكذا معاوية كذلك أيضاً لما أجدبت الأرض أقام الأسود بن يزيد يدعو ويستسقي، وما كانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً، بل منعوا هذا وشددوا فيه جداً حتى على مستوى السلام: سلم وامضي، سلم وامضي ولا تدعو عند القبر. وقد نهى عن ذلك علماؤنا جداً الوقوف عند القبر حال الدعاء. فهذا هو الشرك بعينه، وإنما در الرماد في أعين الغافلين. نحن ما نقصد أنه سينفعنا بذاته، وإنما نقصد أنه بإذن الله. أنتم أناس أشربت قلوبكم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، فتريدوا أن تبرروا هذا الشرك، تضحكون وتتلاعبون بعقول المساكين هؤلاء، والله حرام عليكم. اتقوا الله، الله يناديكم وقال ربكم ادعوني، لا تجعلوا بيني وبينكم وسائط موتى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فلا داعي أن تذهب إلى القبر الفلاني أو من بيتك تنادي القبر الفلاني وهو ميت لا يسمعك كما سمعت في الآيات المتقدمة: إنك لا تسمع الموتى. وهكذا أيضاً الآية الأخرى: لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولما نادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب قريب بدر قال: يا رسول الله تنادي هؤلاء الجيف؟ قال: ما أنت بأسمعهم مني. هذه خصيصة لأصحاب قريب بدر، وإلا الأصل قاعدة عامة التي تكلم بها عمر رضي الله تعالى عنه، لكن هذه خصيصة من باب توبيخ أولئك الصناديد الذين كانوا يعادون الدين ويعادون رسول الله. أسمعهم الله كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه خصيصة خاصة بهم. وهكذا هناك خصيصة وحالات خاصة مستثناء بالنسبة للموتى عند تولية الناس عنه، فإنه يسمع قرع نعالهم، ولا ينبغي تجاوز هذه الأشياء. أما تذهب إلى ميت بغير هذه الأحوال التي ذكرت فلا يجوز أن يدعى الموتى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصلوا عليه وهم في أمكنتهم: فإن صلاتكم تبلغني. من يبلغها؟ الله والملائكة عن طريق الله سبحانه وتعالى، وليس من قبل نفسه يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يبلغه الناس أو يبلغه الملائكة صلاة أمته عليه. فهذه من خصائصه. وأما غيره فلا يجوز أن يعتقد فيهم أنهم يسمعون الدعاء وأنهم يسمعون النداء. فمن اعتقد في ذلك اعتقد ذلك ودعا ميت من الموتى فهذا هو الشرك بعينه، إذا استجلب أمرا
من الأمور وطلب منه أمرًا من الأمور ما ينفعه بإذن الله، هذا هو الشرك الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه وحذر منه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا لتذرع بهذه الذريعة من تذرع، ولا يعلم أبدًا عمن تقدم ولا من تأخر من أسلافنا وعلمائنا أنهم يقولون بهذا، غير المتهوكين من الصوفية الذين لا يعتمدون في هذا الباب لأنهم عندهم من الشرك ما عندهم. فهذا الباب ليس باب الصوفية يؤخذ منهم، هذا الباب يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلافنا. فمكث أسلافنا في المدينة حقب من الأزمنة ولا يعلم أنهم يذهبون إلى القبر أو يدعون وهم في البيوت: يا رسول الله نريد كذا وكذا. والله لو فعلوا هذا لكان الشرك بالله سبحانه وتعالى وحاشاهم، وقد علمهم الله ورسوله ما علمهم من التوحيد، وكان كل واحد إذا ألم به شيء يضر إلى الله جل وعلا ولا يحتاج إلى واسطة ولا شيء. ليش الواسطة هذه؟ ليش الفائدة من الواسطة وهو ميت؟ والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فلماذا تذهبون إلى الموتى وتدعون الموتى؟ فما تذهبون إليهم إلا لاعتقادكم السيء فيهم أنهم ينفعونكم إذا دعوتموهم، وكذلك يدفعون الضر عنكم إذا ويدفعون الضر عنكم إذا دعوتموهم، فلأجل ذلك ذهبتم إليهم. وإنما بإذن الله يتذر الرماد في الذي ينكر عليكم الغافل المسكين، يقول: كيف تدعونهم؟ نقول: بإذن الله، أن هذه الأشياء تستجلب إنما هي بإذن الله، ونحن ندعوهم لأنهم ناس صالحون ولأنهم كذا إلى آخر ذلك. فيوقعون المسكين هذا في الضلال البعيد ويوقعونه في الكفر بالله سبحانه وتعالى. حذروا الصوفية معشر المسلمين، حذروا هؤلاء المتهوكين الذين يدعون إلى الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى، يلبس على الناس يتكلم في المسجد بمثل هذا الكلام، ويصدقه من يصدقه من الأغمار، مساكين الناس، ضحية الرافضة، ضحية الصوفية، ضحية الإخوان المسلمين، ضحية الطائف المنحرفة في الدين. فهم يسعون في تصحيح الشرك وأنه ما هو شرك، من هذا التوحيد، لو كان خيراً لسبقونا إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالهم لا يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بإذن الله؟ ما بالهم لم يفعلوا هذا؟ أنتم أحسن منهم، وفقتموهم ديناً وورعاً وهدياً، أنتم من أضل خلق الله سبحانه وتعالى ومن أبعد الناس عن التوحيد الصوفية والرافضة. مصيبة الصوفية هؤلاء، مصيبة، والله إننا نبغضكم في الله لما تقومون به من الدعوة البائرة الشيطانية، دعوة الناس إن مثل هذا البلاء حرام عليكم الله. قولوا للناس: دعوا الله، دعوا الله، علقوا قلوب الناس بالله، ما ادعوا الولي الفلاني، ادعوا هذا المقبور الذي غصار رفاتا ورمادا، حرام عليكم الله. علقوا قلوب الناس، قولوا لهم كما قال الله: قال ربكم ادعوني أستجب لكم. علموا الناس القرآن، علموا الناس الأدلة، اجعلوا الأمور لله سبحانه وتعالى، علقوا قلوب العباد بالله وبالخالق سبحانه. لا تقولوا الناس ادعوا الفلاني وتحصل لك يحصل لك المقصود، هذا خلاف هدي القرآن وخلاف هدي رسول الله والمرسلين وخلاف هدي الصالحين من الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم من اقتفى أثرهم وسلك سبيلهم. والله ما إمامكم الشافعي الذي تزعمون أنه يفعل هذا الفعل الأثيم أهله، الآثم أهله، ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا مالك يفعلون مثل هذه، ولا أئمة الدين يفعلون مثل هذا غير المخرفين من أمثالكم. قررتم بالناس وأوقعتم الناس في شراك الشيطان، في حبال الشيطان، وأوقعتموه في الشرك بالله. هذا الذي يريده الشيطان منا، أننا نقول دعوا الأولياء، ادعوا الأولياء المقبورين، دعوهم وبإذن الله سيحصل لكم كذا وكذا، نعوذ بالله من خذيلتكم. نحن أهل السنة نقول للناس ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر من القول، نقول لهم هكذا، نقول لهم ربكم يقول ادعوني أستجب لكم،
نقول لهم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فيا معشر المسلمين ادعوا الله، اتركوا ما يقول الصوفية هؤلاء المخرفين، والله يدعونكم إلى الشرك، ما يدعونكم إلى التوحيد مثل هذه المقالات. فالذي يدعو الناس إلى هذا فهو يدعوهم إلى الشرك بالله جل وعلا. أين تذهبون من أهل السنة؟ والله ما هم تاركين لكم أبداً، وأنتم تضللون الناس وتبعدونهم عن التوحيد إلى الشرك بالله جل وعلا. وإن نتركهم هذا حرام، ترككم الله.